عندنا كنعانيو منها مشاكل بزاف، القتالات اليوميه، انقطاع الطرق يوميا بالنسبه لهاد الناس، راه خص ديروا لنا معاهم شي حل. القتالات يوميا، الطريق مقطوعه، حنا كنبيعوا في وسط الطريق، هاد المسؤولين يشوفوا لنا اختي شي حاجه قبل ما طيح لنا شي روح. راه يوميا سته د الكومبات سبعه هنايا بالنسبه لهاد الناس، شوفوا لنا شي امر. الاراضي لا تجي فارغه اختي، والمرسيات اللي داروا لنا بعاد وما خدامينش، يشوفوا لنا شي حل. هاد الشيء هاد الباعة المتجولين، هاد البلاصه سميتها حي الوحده اختي، معروفه بالحفره. يوميا سويقه عشوائيه في وسط الطريق كما كتشوفوا دابا. بغينا من المسؤولين يديروا لنا اختي شي حل، يشوفوا معنا هاد الشيء، ما نبقاوش غير حتى حنا راه ما بغيناش هاد الشيء. يوميا المديب زيرا العيالات يسمعوا الكلام الفاسق يوميا بالنسبه لهاد المشاكل. اختي ما كرهناش يكون عندنا مارس اختي هنا، راه يوميا عندنا المشاكل اختي هنا ديال الطوموبيلات تيبغيو يدوزوا، فهمتيني اختي؟ ومشاكل هنا بزاف ديما مطايفين مع المرود مع المقدميه وكذا. حنا ولاد الحومه هنا قدام، فهمتيني؟ كاين اللي زبراني وعطاو بلاصه وحنا ما عطاوناش اختي. ما عطاوكمش كاع بلاصه؟ ما عطاوناش اختي، حنا خلق وزياده في هذه الارض السعيده ما عطاوناش. تيجي كل مره دابا يدوز هذا رمضان يجيو عاوتاني معاهم المشاكل المقدميه والمرود عاوتاني، فهمتيني؟ يدوا لكم كاع بلاصه؟ ديما اختي ديما نفس العاده معاهم غير في هذا رمضان. المرسيات اللي عطاوهم بعادين عليا، ومنا كدوز هذه المناسبه سيدنا رمضان كيبقاو يديو لهم السلعه، يديو لهم الكرارس، وعايشين هادو في واحد المحنه اللي ماشي هادشي، راه ماشي هو الحل. هو هاد الحومه هنايا يدبروا عليها بشي مارشي قريب عليها. يونس انه دابا المارشي اللي داروا بعيد، ما يمكنش المراه باش تمشي من هنا للمارشي الاخر وتجيب القفه في يدها، واحد المسافه بعيده وكاينين الكلوشارات، المرأة ما يمكنلاش باش تمشي بوحدها والحال بعيد. كاينين شي أراضي هنا خاوية؟ كاينة هنايا، هنايا كاينة، كاينة هنا ما بين قرطبة وهاد الحي هذا. نعم برافو. أختي هي ديال واحد الناس، ما شنقول لك لا علاقة بالبيع والشراء، هذه وحدة باش نبداو من راسنا بعدا. لا علاقة من البيع بالبيع والشراء، الأكثرية ديالهم كيتلفظوا غير بالكلام النابي. وماشي وما عندهمش كاريزما البيع والشراء. تينوض تينوض المدابزه، اش غادي نقول لك؟ العيالات مساكن ما تيقدروش يسمعوا ذاك الكلام النابي اللي كيتلفظوا به هاد الاشخاص هادو. واللهم لك الحمد، راه كاينين الناس اللي كتبيع وكتشري، كاينين الناس كتبيع وكتشري وكتبيع وتشري معقول، الحمد لله راه معروفين. اولاد الحومه برانيين كيجيو. عندنا المشكل الكبير وهو ديال حنا ما عرفناش هاد الناس ديال الاسواق النموذجي كيحاولوا ما امكن، ما عرفناش حنا شنو على من باغيين يسيطروا. اولا بعدا راه كيعرف المشكل اللي كينوضوا علينا باش كيجيو المقدمين وكيبقاو يطاردونا. حنا ما عندناش واحد المدخل اللي هو قار اللي غيخولنا باش نعيشوا وليداتنا ويخولنا ذاك القوت الكريم، ما عندناش، فهمتي؟ حنا ناس بسطاء، الا ما ضربنا الشماره وكنضنا كافحنا ما غتكون حتى شي حاجه، يعني راكي عارفه لا حياه لمن تنادي. وواحد الحاجه اخرى بغيت نضيفها، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد التمدرس اللي سميتو، راه هذه هي النتيجه ديالو. التمدرس اللي تعفسوا عليه وخداو له يعني الاسس ديالو والقيام ديالو، ها النتيجه ديالو. دابا كتهضر مع اي شاب مغربي، ان فوا كتكلم معاه جوج الكلمات كيخسر الهضره، يعني ولا مريض بالكلام النابي. ومن هذا المنبر هذا كنوصل لهاد الهضره هذه للحكومه، الحكومه ولله عز وجل، انه يدير فينا واحد التاويل ديال الخير، فهمتيني؟ وهاد الناس هادو ديال الحكومه كنتمنى من، انا كنقولها من هذا المنبر، عافاكم شويه السكات باش نركز. كنطلب من الله سبحانه وتعالى يعاون الناس اللي باغيين يخدموا البلاد، ويجري على هذوك اللي هما باغيين يفسدوا البلاد. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى الشباب يسمعوني كاع كاملين، يحاولوا ما امكن يبعدوا من الكلام النابي. اختي كاينين، ولكن راكي عارفه لا انا ما عمري صوت، انا كنقولها من هذا المنبر، محمد الركلاكي ما عمرو صوت. ونهار اللي غادي يكون واحد 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 الناس، عافاك اخويا خلينا نهضروا، عافاك. ونهار اللي يكونوا الناس اللي يستحقوا التصويت، حنا نوصلوا معاهم لابعد المدى. نهار اللي يكونوا ناس باغيين فعلا انهم يديروا شي حاجه زوينه، حنا معاهم، ما كاينش المشكل.
وبغيت نضيف واحد الحاجه اخرى حتى هي الله يجازيكم بخير الامهات ولي بارون نتاع الاطفال يحاولوا ما امكن يشدوا اولادهم ويعرفوهم داك الفري فاير راه خرج عليهم هذه وحده. ثانيا راه بزاف ديال الملاهي المهم راه جايه خصهم يحاولوا ما امكن والتدخين ويحاولوا ما امكن يتقربوا لاولادهم ويحاولوا ما امكن يحيدوا لهم داك الكلام النابي لحقاش داك الكلام النابي راه ما يخلي لهمش شي مستقبل في حياتهم. وشكرا الزخشي حنا كندوزوا العواشر زوونه وبخير مع هاد الناس هادو كاين شي ناس ما يحملونا الناس فرحانه والناس بخير ولكن هاد كورونا سدوا علينا ديورنا دخلونا زاطو مردونا 1000 درهم مسكتونا كلشي كلشي شنو هذا بزاف ديال الحوايج من جهه المخزن من جهه تعدوا علينا تيتعدوا علينا الناس مفرطوا في الطريق بزاف ديال الهضره كاينه قولوا قولوا اللي كاين الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب كوك الله يرحم الوالدين صافي هذا هو الكلام اللي كاين شنو بغيتونا شنو الحل اللي تقدروا يديروا لنا شي مارشي يديروا لنا الحل يديروا لنا الحل ما يخليوناش مزلعين بحال هكا هذا الشيء هذا راه بزاف غنبقاو كل النهار هنايا راه حنا مسردين عباد الله راه غدا وكتلا ما كاينش اختي كاين المارشي عطاوه شي عطاوه وشي زواوه هذا الشيء اللي كاين لا اله الا الله محمد رسول الله ما عطاوناش حقنا اختي ومازال كنتسنى كيديو الميزانات وكلشي كيديو الميزانات كيديو الكراراس شو الناس مشردين شو الناس طل طل الناس كامل مشردين هذا هو كريصه كريصه لا ميزان هذا كيهضر معاك كلشي اختي والله الا كريصه والميزان داون وما ما كاينش بلاصه في المارشي ما بغاش يعطوني بلاصه في المارشي طيبوا لنا حباسات انا كنضربوا لحد كنقولوا نخرجوا عاوتاني نخرجوا لهنا يعني انت ما كيخليكم تخدموا ما كيخليونا وكيديروا حتى حاجه اختي دمرونا هاد الناس اللي يخط فيهم الحق هاد راه شتو مسكين هذا كاين شي مرشحين اللي تعاونوكم وكاين خا تصوت عليهم خا تصوت عليهم يدعموك يعطوك شي 100 درهم يقول لك سير صوت وصافي كترشحوا صافي ما كينساو كل شيء اختي شنو هي الرساله اللي توجه للمسلمين اختي انا كنقول الله ياخذ الحق ربي كبير الحمد لله الله ياخذ الحق كما خلونا مدمرين الله ياخذ فيهم الحق والصلاة عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته والتحية والطاقم التحية للملك سيدنا سيدنا عاش الملك عاش الملك عاش الملك هادو شباب شباب ديال الملك نقول لك نهضر معاك شي حاجة للواقع نهضر مع الواقع بالرجولة اختي راه السيرة محقورين في هاد السواقة اختي انت تشوف اختي بنادم راه تيدبري بس والعالم مخلوقو يا البطالة اختي سكساس تاعهم البطالة اختي في هاد الحومة راه كيعارفها المشكل اللي عندنا اختي هو المادة المشكل ديالنا اختي المشكل ديالنا كلشي بطالة كلشي بطالة اختي حتى شي واحد نهضرو لا لاختي فهمتيني كان ولا لا خوتي وعاش الملك والتحية دوار المغرب كامل وخارج المغرب والتحيه لدوار ميكا ما بغاوناش نخدموا على راسنا ما بغاوناش نخدموا على راسنا شي دريو علينا ما شنو بغاو عندنا عباد الله هادو ولا ما يديروا معنا شي حل يديروا معنا شي حل الله يرحم الوالدين لا مشات هاد السويقه والو ما كاينش اللي تيهضرنا على حقنا لا مشات هاد السويقه هادي الناس غتولي تهبط للحبس غتولي تسرق شد الموت تيديو الناس يجيبو تداو علينا تيديو الناس السلعه الميزان تيديو لنا ميزانات شوما عليهم مرشحين ما كيهضروش على لا والو ما كاين لا مرشحين لا والو في هاد الحفره هادي كاين فلوس فابور اختي ولا كياكل فلوس هي حنا اختي اجي صافي اختي ما بغاوش يديروا معنا حتى شي حل قلنا لهم عطاونا البلايص في المارشي ما بغاو هاتي اختي هاتي اختي تناكلوا في الزنقه ما عندناش خاودة علينا شنيرينا اعطينا 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 المعاونة او خسر المعاونة اعطينا المعاونة